هل سيتم السماح بوصول الإنترنت الفضائي إلى مصر؟ الإجابة سهلة وبسيطة، حيث أنه وفقا لقانون تنظيم الاتصالات المصري يحق لأي شركة تقديم خدمة الإنترنت الفضائي، لكن هذا الأمر يتم من خلال طريقتين. الطريقة الأولى هي الحصول على ترخيص مباشر من جهاز تنظيم الاتصالات المصري، وذلك لتقديم الخدمة للجمهور، والثاني هو التعاقد تجاريا مع إحدى الشركات المالكة لترخيص تقديم الخدمات داخل مصر. ما هو سعر اشتراك خدمات الإنترنت الفضائي؟ تكلفة المعلنة من شركة ستارلينك هي 99 دولار قبل الاشتراك الشهري حوالي 1500 جنيه، بجانب تكلفة الأجهزة اللازمة لاستقبال الخدمة وهي الطبق والراوتر. إلى الآن لا نعرف متى يتم وصول الخدمة إلى مصر والدول العربية، فمتى في رأيك عزيزي المشاهد سوف تصل الخدمة لمصر وجميع الدول العربية؟ إلى هنا تنتهي معلومة اليوم، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.